اليوم الأول من الملتقى الدولي السابع لأعضاء ألعاب القوى مولاي الحسن. هذا الملتقى الذي عرف مشاركة 444 بلد و450 أعداء وأعداء من خيرة أبطال العالم. كذلك هذا الملتقى بالنسبة لنا كان الهدف وهو تنظيم ملتقى ليكون داخل الجائزة الكبرى، والحمد لله وتحقق هذا الحلم للسنة الثانية. المغرب تعرف تنظيم هذه المحطة، محطة التي تجيو لها العدائين والعداءات من مختلف أنحاء العالم، وهذه منفخرة المغرب، منفخرة الرياضة المغربية بصفة عامة ورياضة أشخاص فضيات إعاقة على وجه الخصوص. كذلك هي فرصة بالنسبة للرياضيين المغاربة من أجل تحقيق وتحسين إنجازات ديالهم، من أجل ضمان التأهيل لبطولة العالم وللألعاب البارا أولمبية. وكذلك هي فرصة للطاقم التقني والطاقم الطبي من أجل العيش في هذا الجو متاع التنظيم، اللي الحمد لله تعطي واحد الشحنة الرياضيين ديالنا والأبطال ديالنا باش يشتغلوا، وباش إن شاء الله دائما نكونوا في الصدارة على مستوى إفريقيا. الآن أصبح جوج ديال الملتقيات داخلين في الجائزة الكبرى، كاين ملتقى تونس وملتقى المغرب. الحمد لله أن ملتقى المغرب ولا من أحسن الملتقيات الدولية، وهذا ماشي فقط الشهادة ديالنا ولكن بشهادة رئيس الاتحاد الدولي لبارا ألعاب القوى اللي هو موجود معنا وجاو تيتبع، كذلك السيد رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية واللي دولة غانا غادي تحتضن الألعاب البارا إفريقية اللي غادي تكون في شهر سبتمبر، اللي جا هنايا باش يشوف الخبراء المغاربة اللي إن شاء الله باش يجي ويعاونوا في تنظيم الألعاب الإفريقية. فهذا العرس هذا الحمد لله في اليوم الأول الانطلاق ديالو تعرف نجاح ظاهر لا على مستوى البث التلفزي، لأن بث تلفزي مباشر على مستوى القناة الرياضية، وكاين هناك تتبع على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، وهذا ما تيجي إلا باش يصرنا وباش تشجعنا باش نعملوا أكثر. ولما لا أنه في السنوات القليلة المقبلة المغرب باش يحتضن بطولة العالم لبارا ألعاب القوى.